فجعه بالعين المباشره فهمتي شفناها بالعين المباشره هذيك الدار ديجا كانوا كيجلجوها شحال هذه شحال من عام هي كتجلج وهذاك الجليج ديالها كيتشقق فهمتي فين ما كيجلجوها كتشقق وهاد اليامات كانوا واحد الافارقه كارين ريستو وكانوا كيصلحوا الصلاح ما كانش داخل الدار كان خارج الدار على العتبه ديال الدار بواحد قولي حفروا واحد 50 سنتيم في الارض باش دوزوا القواس حيت القواس كان الماء كيرجع لهم ياك و هادشي اللي كاين وكنا حضرنا لواحد الساريه كانت شقات وكان ترطيق فهمتي والناس والسلطات قاموا بالواجب خرجوا الناس خرجوا كلشي علموهم داكشي داز مضبوط خسائر خسائر بشريه ما كايناش خسائر ماديه كاينه الخسائر البشريه باقي ما يمكنناش نجزموا لا لا شوف لا 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 يعني لا سمعيني سمعيني لا لا سمعيني لا لا انا حاضر لهادشي قبل الناس خرجوا علموهم خرجوا الناس حسوا بداك الشيء كل الريستورات راه كانوا عامرين بالناس اوروبيين خرجوهم خلاو المنطقه مزيان حيت الطوموبيلات ما وقعش شي صافي ما نقدرش نقول لك دابا شي ثلث ساعه ولا 25 دقيقه المهم الناس ديال السلطات قاموا بالواجب ديالهم خلاو المنازل حتى انت سمعتيه لا اختي اختي سير بلاص داكشي بحال فرمشات عين فرمشات عين فهمتي ولكن الناس بحال كانوا عالمين دارها طيح وخلاو المناطق كامله وبان انت شفتي السياجات ما خلاوش الناس فين يدخلوا ما خلاو لا جرحى لا والو الحمد لله وتنقول لكم واحد 99% ما كاينش خسائر بشريه حيت الناس تعلموا بكري فهمتي حنا بعاد كاع وعلمونا